الصحفية الأستاذة أميرة ملش، مدير تحرير جريدة الفجر. أهلا وسهلا أميرة. أهلا يا دكتورة هالة، أهلا بحضرتك. أميرة، سعادة اللواء يعني أفصح عن بعد أن هذه الجريمة مدبرة، ويبدو أن هم كانوا مأجورين ومعهم أسلحة ومعهم إصرار على القيام بعمل فاضح يثير الصحافة ويثير الإعلام ويسحب السجادة من تحت أقدام الشعب المصري في يوم فرحه. اتفضلي اوصفي لي المشهد كما تحللينه. والله بصي يا دكتورة هالة، أنا هقول لحضرتك حاجة حصلت قدام عينيا تقريبا من أكتر من سنة. أيوة. إحنا كان يوم 25 يناير 2013 أيام حكم الرئيس المعزول محمد. أيوة. مرسي. أيوة. كنا نازلين مش للاحتفال بذكرى يناير، لأ، كنا نازلين وكان ملايين في اليوم ده نازلين. أيوة. علشان ضد حكم الإخوان. وكنا ساعتها كان الشهيد الحسيني أبو ضيف زميلنا في الفجر، حضرتك عارفة إن الإخوان قتلوه عند الاتحادية، كان يدوبك فات يعني الأربعين بتاع الحسيني. فلما جت الذكرى احنا عملنا مستشفى ميداني للحسيني ابو ضيف في احد اركان او احد اطراف ميدان التحرير. أيوة. وانا كنت واقفه في المكان في المستشفى. أيوة. الميداني ومعايا اختي ومعانا زملائنا واصدقائنا اصدقاء الحسيني. أيوة. وساعتها احنا شفنا، انا شفت بعيني في دايره. أيوة. كبيره قوي قوي من الشباب، وزي الدايره دي كتله كبيره وبتتحرك كلها مع بعض رايحه جايه. أيوة. فحتى احنا كنا فاكرينها خناقه يعني. أيوة. انا عمال اقول لهم ايه الخناقه الكبيره اللي في وسط الميدان دي. أيوة. شويه لقينا راجل جاي ومعاه مراته ومعاه طفل، هو شايل الطفل والست في حاله اعياء. أيوة. فاحنا قعدنا ويعني الشباب علبوها وساعدوها. احنا بنعلم في ايه في ايه في ايه، الراجل ما بينطقش والست ما بتنطقش، متوترين جدا. ففي الاخر قلت لها في ايه، قالت لي في اغتصاب جوه جوه بيغتصبوا البنات، جوه بيغتصبوا في اغتصاب. والراجل اغتصاب. أيوة. الراجل واقف ما بينطقش طبعا، وش تخيلي حضرتك واحد معاه مراته وبيتعمل فيها كده يعني. أيوة. واقف جنبها ومش عارف يجي جنبها. ايوه. اللي حصل في اليوم ده يعني صوره تبكي الاصل من اللي حصل اول امبارح يعني. هم في صوره تبقى الاصل يا اميره، في الاصل بالظبط، لان في اليوم ده كان في ثلاث بنات تم. أيوة. تجريد الثلاث بنات من ملابسهم تماما، وتم حصل تجريدهم من ملابسهم تماما. شفتي بعينك. ايوه بالظبط. وكمان هم اعتدوا عليهم. كان في دم كتير قوي، احنا مش عارفين الدم ده، احنا كنا واقفين كان زحمه واحنا بعيد. لا اله الا الله. فعرفنا ان كمان الولاد اللي اغتصب، وانا مش عايزه اقول تحرش يا دكتوره هاله، لان التحرش يعني هيبرأ الناس، ده مش تحرش، ده اغتصاب. اغتصاب. اللي كانوا بيغتصبوا البنات كان معاهم اسلحه حاده. ايوه. كان معاهم سكاكين ومعاهم مطاوي وكانوا بيطعنوا البنات لدرجه ان مطاوي وبيطعنوا البنات. وانت شفتي الدم بيسيل يعني، انت كده دلوقتي الكلام ده بتاكديه الناس دي رايحه تنتقم وتمثل طبعاً بالمراه طبعاً المصريه طبعاً عشان تتقطع رجلها من انها تنزل مظاهره او انها تنزل للبلد طبعا. ايوه انتقام، لان واحده من البنات دول قعدت في العنايه المركزه في احدى المستشفيات ثلاث شهور لان كان عندها انفجار في الرحم او تهتك في الرحم. لا اله من اللي الا حصل الله. لها. فالناس المشهد تكرر السنه دي. المره دي الموضوع ما خدش شو اعلامي كبير او ما حدش اتكلم عنه، لان كان ثاني يوم في احداث بورسعيد ودخلنا في الحظر المرسي عمله على بورسعيد. الاحداث غطت على اللي حصل، لكن هو نفس اللي حصل اول امبارح. اللي حصل هم عايزين، انت بتقولي حاجه مهمه، انت بتقولي تكرار الجريمه بنفس الاسلوب طبعا حرفيا طبعاً. معناه ان المحرض واحد والمنفذ واحد برافو، والممول واحد طبعا يعني بالظبط يعني. احنا لينا في حد سلفي، شخص سلفي. أيوة. وهو دلوقتي ساب السلفيين. أيوة. فبيقول ان السلفيين في التسعينات كانوا بيأجروا الشباب العاطل. أيوة. والاطفال بتوع الشوارع. أيوة. بلطجية مطاردة الستات اللي مش محجبات. أيوة. علشان يتحجبوا دلوقتي يعني، مطاردة الست المصرية اللي نازلة تفرح بإنجازها الوطني العظيم. هم بيعاقبوا ستات مصر. هم بيعاقبوا ستات مصر انهم كان ليهم الدور الاكبر والاهم والفاعل في انتخابات الرئاسة. انا عايزة اقول لك، انا وانت بتقولي كده والاخوان عاملين فرح، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اكتبوا على نزلوا لنا التعليقات طبعا السخيفه اللي محطوطه اللي يعني فيها شماته في المراه. صحيح. المصريه. صحيح. أيوة. في شويه حاجات يا دكتوره. أيوة. هاله احنا لو حطيناها جنب بعض يعني، اول أيوة تحرش جنسي حصل بشكل منظم
في التجمعات والمظاهرات كان يوم 8 مارس 2011 يوم المرأة العالمية. عن إذنك شوفي والنبي شوفي أقرأ لك دلوقتي حالا يا حبيبتي، امبارح كنت في أجازة القفز في حمام السباحة، سمعت إن التحرير، حلمي يا دكتورة هالة أكيد. سمعت إن التحرير، معرفش إيه الكلمة دي معناها إيه؟ مش فاهماها. بقى اليوم مش فاهمه مع عربي بيخترعوا لنا بقى اليوم الوحيد اللي ابقى بره المنطقه يحصل فيه كده ينفع كده. فاتك كان عايز يشارك، كان عايز يشارك، فاتوا المنظر بالزبط. ايه تاني؟ شيلوا ده من على الشاشه، مش عايزين كان عايز. انا مش عارفه ده بيدفع له ولا هو متحرش ومغتصب بطبعه في الحقيقه. يعني انا مش لا ده يعني هو كمان كاتب مجموعه كبيره من الكلام اللي بيبين يعني الشماته والتشفي واللي بيبين علاقة الإخوان باللي حصل على فكرة. أيوة. لأن هو ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حتى لو قال أنا مش كل الإخوان بيقولوا أنا مش إخوان. لا ماما الإخوان الحقيقة عندهم شجاعة منقطعة النظير، الحقيقة يدفعوا ويمولوا ويخلوا الناس تنفذ لهم، لأن هم بيخافوا على روحهم ما بينزلوش بنفسهم. لأن بالزبط. لو رجالة بالزبط. كانوا نزلوا بقى يعني عامل نفسك قوي قوي، لكن لا هم يزقوا الستات في قدام ويمشوا هم ورا، هم يزقوا الشباب قدامهم هم اللي يستخبوا. لا يعني الحقيقه شجعان. ايوه صحيح. احنا لو حطينا الحاجات كلها جنب بعض يا دكتوره هاله، يعني التحرش طول عمره موجود في مصر، لكن جماعه الاخوان المسلمين استغلت هذه الظاهره واستخدمتها في الحقيقه علشان مهاجمه كل المظاهرات المناهضه، كل المظاهرات والتجمعات والحركات اللي كانت بتحصل مناهضه لحكم الاخوان المسلمين كان بيحصل فيها تحرش. ايوه دايما يعني اشمعنى مظاهراتهم اللي كانوا موجودين فيها ما بيحصلش فيها تحرش ولا اغتصاب ولا اي حاجه. صحيح حقيقة. والله صحيح معنى. والله صدقتي يا امير ما بيحصلش في مظاهراتهم خالص. خالص لكن هم كل الحاجات اللي بيبقوا مش موجودين فيها من يوم 8 مارس 2011 احتفال بيوم العالمي للمرأة اللي حصل فيه برضو كان شبه اللي حصل ده يا دكتورة هلا، يمكن يكون أخف بس برضو. طب شوفي بقى شوفي شوفي لو سمحتي، عيشة خيرة الشاطر بتقول حتى ميدان التحرير رمز الثورة والنضال. هي ثورتك يا حبيبتي ولا انت فاكرة ولا انتوا مصدقين دي ثورتنا احنا من اجل الحرية، اصبح ميدان الرأس والتحرش والإباحية. هو ده الهدف يا دكتورة هالة. يا شيخة يا ست يعني عيب، اتقي ربنا اتقي ربنا يا اختي يعني انت هو ده الهدف. اتقي ربنا ده انت ست يا شيخة، عيب عليكي عيب عليكي. صحيح. في ست تقول كده على ست تدافع عن التحرش؟ انتوا مسلمين انتوا؟ لا طبعا فاهمة. لا انا بقول لك اخوان مسلمين مسمين نفسهم اخوان مسلمين، هم الاخوان المتحرشين، هم الاخوان المتحرشين الاخوان المغتصبين يعني. هو ده اللي بيطلق عليهم. وفي الحقيقه ان انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لازم نستغل ان احنا دلوقتي عندنا رئيس يعترف بذلك ولا ينكره كما كان يفعل سابقين. حقيقي في عهد مبارك كانت الظاهره موجوده وبينكره وقال انه كان بيستخدمه لكن واعلن انه لن يكون هناك اخوان مسلمين في عهده. بالظبط. لا وهو كمان يعني النهارده رد الفعل اللي عمله الرئيس السيسي بيخلينا ان احنا يعني كلنا نقف قدام اللي بيحصل ده في الحقيقه. شكرا 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 يا حبيبتي، شكرا يا استاذه اميره، وان شاء الله نكون على تواصل دايما، لازم تجي لنا في الاستوديو بقى ضيفه باذن الله. شكرا لاميره. النهارده مصر هتقول ان الاوان للتخلص من التحرش والتخلص من العار المنتشر في شوارع مصر. يا مصريين لا تقل